عن الرأي. كل شيء في العراق وأيضا المطالب أصبحت جريمة في وقت أيضا تدعو الجهات إلى حرية التعبير وأيضا إلى المطالب. فكيف يوم يتعامل الشارع العراقي مع ما يمر باليوم ما بين حقوق مشروعة وما بين تقييد وتضييق وكسر أقلام حرة تحاول إيصال أصوات ناس وشعب يعاني من الظلم، يعاني من الفساد، يعاني من الفقر، يعاني من الجوع، يبحث عن وطن يلبي أبسط احتياجاته من ماء، من كهرباء، من تعليم جيد، من واقع معيشي جيد، من وضع اقتصادي، من بلد آمن يكفل إلى الحرية وبين يعيش كإنسان إلى حقوق وإلى كرامة ولا ينتهك ويتعرض لأي تضييق في أي وقت كان وبأي مزاج لأي جهة كانت. بما يخص محور حلقتنا لهذا اليوم وما يعاني أيضا مواطنين تركوا عوائلهم، تركوا أطفالهم، أصوات ودماء أيضا روت هذا البلد وتراب هذا الوطن طالب بحقوق كطلاب، ككسبة، كأجور، البحث عن حقوق، هاشتاغ نشر أيضا خلال الأيام القليلة الماضية بالريد وطن، وهاشتاغات أخرى تعبر عن مدى المعاناة والمأساة اللي يعاني منها المواطن العراقي. نستقبل آراءكم وتعليقاتكم فيما يخص إذا كان عن انتهاك الحريات أو بالتضييق على السلطة الرابعة في العراق. فاصل ومن بعدها نقول. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نوه بداية الحلقة بإمكانكم المشاركة عبر أو بالاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا بإمكانكم إرسال آراءكم ومقترحاتكم والصور ومقاطع الفيديو. بالرغم يعني لحد هذه اللحظة للأسف يعني الشبكة العنكبوتية وشبكة الأنترنت تواجه بضعف كبير جدا في عموم العراق ما عدا إقليم كردستان. فنتمنى بأنه أيضا يعني تتواصلون إذا كان من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو عبر التليجرام. لعدد بحلقات هواية ناقشناها خلال الأيام الماضية إذا كان بما يخص القضايا المهمة، يعني اليوم التظاهرات اللي شهدها البلد خلال الأيام القليلة الماضية هي مجموعة أو حصيلة مشاكل وتراكمات على مر السنوات الماضية أو 16 سنة اللي مضت أو زيد أو أكثر. تظاهرات يعني لو نرجع للسنوات الماضية فردية، كل مواطن طالب إذا كان بتعيين، كل جهة وكل محافظة لها مطالب أو لها شروط، ولكن بالتشريعات والقوانين اللي كفلها الدستور العراقي بدءا من المادة 38 للدستور العراقي واللي نصت على حرية الرأي والتعبير وتكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب وحرية الرأي والتعبير بكل الوسائل، حرية الصحافة والطباعة والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي. هذا أول خرق للدستور العراقي إذا كان يعني لو نجي على أولا وثانيا المواطن وأيضا الإعلام ما خل بأي نقطة من هذه النقاط، تظاهرات سلمية وأيضا حرية النقل والطباعة والإعلان وحرية الصحافة بما لا يخل بالأمن العام، بما لا يخل بالسلم المجتمعي، وما شفنا أي حالة من الحالات أو بنقل صورة خصوصا بأنه ننقل معاناة ورأي الشارع العراقي بدون أي إضافات أو بدون أي رتوش أو بدون أي يعني تغيير أو تزييف للحقائق. هذا ما جرى، وهذا أيضا يعني المواطن أثبت مدى التزامه، مدى حبه لهذا الوطن ومدى أخلاقيته ووطنيته بتظاهرة سلمية، بشعارات سلمية، بحب الوطن،
بأيضا الحفاظ على السلم المجتمعي والمال العام. أيضا في المادة يعني لا ننسى بأنه خلال الأيام القليلة الماضية لحد هذه اللحظة المواطن العراقي يواجه صعوبة بالتصفح بعد قطع خدمة الإنترنت، وأيضا تم إعادتها بشكل جزئي من الساعة 8:07 لحد الساعة 3:00 عصرا، وحاليا يعني أعيد ولكن بخدمة ضعيفة جدا. وأيضا الـ3G بما يخص شبكات الاتصال حد هذه اللحظة ما تتوفر خدمة، وأيضا هذا انتهاك للمادة 40 من الدستور العراقي اللي نص على حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها، وأيضا ولا يجوز مراقبتها والتنصت عليها والكشف عنها إلا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي، وانتهاك أيضا آخر بملاحقة المدونين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة بأن الكلمة إذا تكتبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما تعجب بعض الأطراف، أنت في مشكلة، حياتك وحياة عائلتك في خطر. عندنا اتصال من الموصل، أو عفوا من بغداد. مروة مساء الخير. مساء الخيرات. أنا مثلا تحياتنا لك. تحياتي لكم. نعم. حقيقة أنا ما محضرة أي كلام يعني أقوله، لأنه مباشرة مجرد ما لقيت الأرقام اتصلت مباشرة، كنت طالعة بالدوام بالمحكمة وستوني وصلت للبيت والحمد لله والشكر. الحمد لله والسلام. الوضع بالشارع والحمد لله يعني وصلنا إلى مرحلة إنه يعني وصلوا للي يردوا، إنه هذا هاي الرغبة وهاي هذا الأمل اللي عند الشباب. نعم. تقريبا انطفى يعني الشارع تقريبا ميت. طيب. انت هسه دتنشر مواد قانونيه او دتنشر مواد مكتوبه بالدستور، للاسف هي حبر على ورق يعني. طيب. ماكو اي تطبيق لها، وصار الخرق القانوني هيك يعني مثل ما نقول عينك يعني صار وضح النهار. نعم. هي مو بس هاي اللي خرقوها، يعني اللي خرقوها الدماء اللي راحت. طيب. تظاهرات السلميه اللي كانت والاعتداءات والاعتقالات وغيرها. نعم. من الحالات اللي ما شاف الاعلام اصلا. نعم. ولدي يحاولون يغطون عليها للأسف. طيب. يعني أخت مروة يعني اليوم يعني اللي التمسناه خلال الساعات الماضية أو منذ بدء التظاهرات السلمية الشعبية العفوية وأيا كانت مسمياتها تحت عنوان نازل أخذ حقي أو هاشتاغات أيضا ومطالب هواية، هل نجحت هذه المرحلة أو بإسكات الصوت أو أصوات الشارع العراقي المطالب بحقوق؟ يعني من المخجل من المعيب بأن المواطن يطلع ويتظاهر ويطالب بها، لأنها من واجب الدولة بأن توفرها للمواطن. بالضبط بالضبط بالضبط. يعني الناس بدت يعني لأنه على قد ما وصلت مرحلة من التعب بدت تهبط. نعم. معنوياته وتهبط المطالب يعني بدل ما تطالب بحياة مرفهة. طيب. بأشياء يعني هي ما نقول إحنا يعني خارقة، بدت تنزل المطالب إلى أن وصلت مرحلة أنه مجرد واحد يريد له مجرد سكن، مجرد وارد شهري، مجرد يعني يكفي معيشته بس، او يعني شلون يتكفى. نعم. شهرهم بكل الطرق يعني ابسط الحقوق بده يطالب بيها. فهي نزلت المطالب يعني قامت. طيب. تدنى شويه الى ان وصلت مرحله انه يردون بس. نعم. يعيشون، الناس تريد بس تعيش. نعم. اخت مروه كامراه عراقيه تسكن في العاصمه بغداد، شنو المطلب اللي قريب يعني اللي رفع المتظاهرين او الشعار اللي رفع المتظاهرين يحقق رؤيتك مطلبك انت كامراه عراقيه بانه تتمنين بانه الحكومه توفر او بان يحقق في بلد ديمقراطي؟ والله بلد ديمقراطي احنا حاليا، واني واحده من الناس اللي كنت اطالب انه اطلع بالمظاهرات. نعم. بس للاسف يعني ما كان الوضع يشجع يعني، لانه يعني حتى اخواتنا المتظاهرين قالوا لا تطلعون لانه. طيب. راح يبدون يساومون عليكم، فما نريد نوصل لهيك مرحله. نعم. فانا بالنسبه لي يعني وكانسانه بسيطه ما اقول لك يعني واحد يطالب بالاشياء، نريد حقنا بالحياه. طيب. حقنا بالحياه، حقنا بوطننا، لانه احنا هسه عايشين ببلد كانه غرباء بي. يعني. نعم. انت وين ما تروح محارب، مو بس المحامي محارب، مو بس الطبيب، مو بس المهندس. نعم. كل الناس حتى الناس البسطاء، حتى الناس اللي ما عندها لا حول ولا قوه، الناس اللي عايشه على الهامش مثل ما نقول. نعم. فالناس بس تريد تعيش مثل ما قالوا اخواتنا يعني نازل اخذ. طيب. حقي يعني بس مجرد حقي، ما اريد فد شيء، اريد بس حقنا يعني. انتم تاخذون اللي لكم، ما نحاسبكم عليه. نعم. ما اريد نحاسب الفاسدين، ما اريد نحاسب المرتشين، ما اريد نحاسب السراق.
مريض نخاتب كل شيء، مريض نخاتب القتلة اللي قتلوا، نريد ناخذ حقنا بس، نريد نعيش كبشر، بشر بس. طيب. مجرد بشر نعيش بهذا البلد، مو نحس نفسنا بلد يعني أغراض عنا. طيب. يعني هسه صارت عندنا طبقة ساحقة بالمجتمع، اللي هاي طبقة كانت ما موجودة، صارت عندنا طبقة معدومة يعني تحت مستوى الفقر. نعم أخت مروة، شلون توصفين اليوم الوضع المواطن العراقي بعد ما جرى خلال الأيام الماضية؟ هل زادت قوة؟ خصوصا يعني اليوم كانت النظرة للجارية العراقية بأنهم عايشين بعالم آخر، في نعيم مثل ما نقول، ومو حاسين باللي ما يصير اللي دا يصير بداخل العراق، وباللي يصير من المواطن العراقي الموجود داخل العراق، واثبت العكس بتضامنهم بوقفتهم مع ابنائهم المتظاهرين داخل العراق. اليوم ايضا يعني بمطالب بتوحد، بعض الافكار تغيرت، يعني الرؤية اتضحت للشارع العراقي، للمواطن العراقي. شنو اللي اضافت هذه التظاهرات للمواطن، للمرأة العراقية؟ والله يعني هو دعم معنوي بالاول وبالاخير. نعم. يعني على الاقل تحس انه يعني هاي الروح الوطنيه بعدها موجوده، انه يعني يعني هو الوطن عباره عن اصلا يعني سلسله من المشاعر، انه انت من عندك. نعم. بينك روابط روحيه بينك وبين اخوك العراقي، فانت اليوم من تلقي شخص عراقي عايش برا هذا البلد ويحس بيك وبمعاناتك، او على الاقل يدعمك معنويا، فهاي كلش تكفي. يمكن هذا افضل شيء يقدرون يسووه. طيب. لانه الناس لا حول ولا قوه، اثرت اكيد اكيد هم عانت ما عانت. يلا. نعم. طلعت يعني اثرت عليكم التكميم قد يكون يعني مواقع التواصل بالضبط او يعني هو الى اي درجه يعني اثر على بالضبط يعني ساعدت انه الصوت يوصل يعني هم رادوا بكل طريقه انه يكممون الافواه، انه يغطون بهاي بقطع الانترنت. نعم. بقطع التواصل الاجتماعي، منع تصوير المتظاهرين. نعم. بس هاي يعني هاي التظاهرات والوقفات والاحتجاجات يعني بغير بلدان، وهذا يعني شلون نقول وصلت صوت العراقيين، وصلت معاناتهم اللي يمرون بها. يمكن اكو حتى فيديوهات انتشرت يعني. نعم. قدروا اخواننا المتظاهرين يوصلوها للخارج. نعم اخت مروة، تحياتنا لك. يعني نعتذر منك ضيق الوقت، ونتمنى بانه تشاركينا بالحلقات القادمه ان شاء الله بكل ما يخص راي الشارع العراقي وايضا القضايا اللي تهم المواطن. عندنا اتصال اخر من بغداد. مساء الخير ابو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي عمر؟ تحياتنا لك. الو. نعم ابو عمر، الهواء لك. انت هسه كاتب استاذ عمر، كاتب الديمقراطيه، يعني هذا فشي انت شو تقول عليه؟ زين، مستفز تقدر تعتبره؟ شنو مستفز؟ مستفز للمواطن؟ كلش صعب، كلش صعب على الديمقراطيه. ليش؟ الديمقراطيه حبيبي راحت. طيب. حتى عيب نقول انا بس عندنا ديمقراطيه، والله زين. يعني احتمال المواطن العراقي فاهم الديمقراطيه ومفهوم الديمقراطيه بصوره خاطئه. اقول لك انا ذيك المره خابرتك بتمشي على المتظاهرين، هسه جاي خابرك جاي يضحك على مصطلح الديمقراطيه والله. طيب. زين انت تعرف شو الفرق بين الدكتاتوريه جاي عشان الثاني؟ يعني انسان طالع رافع علم الله اكبر. زين. المتظاهرين رفعوا بيدهم حتى ورد. يعني تتعجب بانه طلقه تجي طناشي ضربه. زين اسالك سؤال، الله عليك. دوله رئيس وزراء قائد العام للقوات المسلحه. طيب. يعني ابسط شيء يعني هو كان دار جيم، اعتقد صار دار جيم يعني الجيش كله باستنفار. طيب احنا ابو عمر يعني احنا او عمر احنا راح نناقش القضايا اللي اذا كان بمجمل من الاصلاحات او القرارات اللي خرجت بها الحكومه العراقيه خلال الحلقات الماضيه. خويا هاي قلت لك اياها بالعاميه. زين اذا سمحت قبل نعم. اي حبيبي قول. نعم. الى اي يعني اليوم تعتقد بانه بدأت مرحلة إسكات أصوات الشارع العراقي بعد ما خرج بتظاهرة، بعد ما اتكاتف المواطنين بمطلب وبقضية واحدة وبشعار واحد داخل وخارج العراق؟ وهل نجح هذا الإسكات إذا كان مما يخص تكميم إعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتهديدات أو أيا كانت الطريقة أو الوسيلة لإسكات الصوت؟ نعم. ودعت كل أم عراقية من الشعب العراقي متوحد من اليوم ما انخلق
الحد آخر قطرة يعني نعم. آخر يعني عراق يبقى هاي تتفق ترى هم جابوا سياسيين كثيرة كلهم ولكن أقصد يعني كصوت واحد كقضية واحدة كمطلب واحد قضيتنا إحنا واحدة نعم. مطلبنا واحد إحنا عراقيين نريد نعيش حياة حرة كريمة ديمقراطية الناس ما متعينة تتعين نعم. هاي أفضل شيء حقوق هاي يعني إحنا ما جاي نطالب بفشي من الدولة إحنا طالب نعم. حقوقنا بس نعم تحياتنا لك أبو عمار ونتمنى بأن تشاركنا بالحلقات القادمة إن شاء الله من واسط أبو ريحاب مساء الخير أبو ريحاب نصيلي صوت التلفزيون ألو حبيب قلبي الله يخليك أنا أخبرك من واسط تحياتنا لك لأهالي واسط حبيب قلبي ألو أنا وياك وياك نصيلي صوت التلفزيون أبو ريحاب ألو أنا وياك من واسط نعم احنا الجيش المنحل الجيش المنحل نعم حبيب قلبي نصيت احنا الجيش المنحل نعم وانا وصل صوتي لك بشرفك بضميرك الله عليك يا اخي حاب انك بمزاجك بشرفك الشرقيه بدقني كمانه توصل صوت للحلبوسي لان الحلبوسي يشتغل عم صحيح والله العظيم يشتغل زين شنو الصوت المنحل ما طلعوا تقاعد يقول إلا من سنة قطعة سنة 2000 يعني وزيج مو كل سنة قطعة سنة 2000 يعني نعم. عندنا إلا سنة 117 وأنا عندي خدمة 32 سنة وأكو آلاف المال لقى بسي وظالين هسه عوائلنا بدون خبزة وأنا خدمنا الوطن 32 سنة نعم فيا أخي توصل صوتي الرئيس مجلس النواب لأن هذا زلمة يشتغل وخالد المشرف مع طعارات ووعي نعم تحياتنا لك نتمنى بأن تصل رسالتك نشكر مشاركتك واتصالك تحياتنا لك قصي من بغداد مساء الخير قصي قصي السلام عليكم عليكم السلام تحياتنا لك شلون الشرقية تحياتنا موضوعك الديمقراطية بس احنا نريد توجيه المظاهرات ولو بسيط يعني مطالب عامة يعني اللي جاي يدور لتعيين واللي جاي يدور لوظيفة يعني اللي ما عنده اللي مو خريج وين يصير يعني احنا ندور او شغلات هسه الحكومه ممكن تلديها اول شيء بدل حصه تموينيه لعموم الشعب نعم هاي اول فقط هاي اذا الدوله تقدر توفرها بتوقيع صغير طيب ثاني شيء بدل تيار كهربائي هسه احنا كل بيت يدفع له 100,000 بالشهر نعم. كهرباء ماكو وحسين الشهر الثاني مو قال لنا 2013 نعم نبيع كهرباء يعطونا طيب. بدل تيار كهربائي 8 امبيرات هم يجون يدفعون هنا للمولدات الأهلية نعم مو صحيح؟ زين المطالب ثاني شيء المطلب الثالث زين اكو شيء بالعالم كله اسمه سوق العمل نعم سوق العمل سوق العمل يعني تدري شنو يعني يوميا ابسط مواطن يطلع يدور شغل 8 ساعات يوميا 20,000 أو 15,000 نعم. دينار يعني إحنا مو ندور خريجين ثاني خريج وأدي مصلحة حرة وداعة خابرك يعني اللي مو خريجي شلون يذبه بالشارع طيب كل يعني لا بالتأكيد لا تنسى يعني التظاهرات اللي شارك فيها من شباب من طلاب من كسبة من سواق تاكسي من سواق ستوتة صناعيين نعم اسمحوا لنا بالتظاهر صناعيين هسه يطلعون يدرسوا لك ساحة الشعرية كلها قاعدة وأبسط الشغلات اكو تظاهرات يعني اول البارحة اول امس كان اكو تظاهرة للعلوميين اليوم اكو وقفة للمهندسين ومستمرين باعتصامهم قبل حملة الشهادات العليا يعني لهم وقفاتهم مستمرين بوقفاتهم وتظاهراتهم سمعتني؟ اي وياك نعم وياك يعني اريد سوق العمل يعني بلدي نعم. ثوره كرافس وفجل من برا يصير بالتاكيد يعني عمل حر اريد عمل حر قطاع خاص قطاع خاص نعم قطاع خاص يمص الزخم مال الشارع كله يشغله مو احنا الا جيش داخليه حشد
صحوة يعني. نعم. دولة بيسد ملايين راتب توزع وعدك. نعم. يبقى 34 مليون وين نهجرهم؟ طيب تعتقد يعني ولا هو سابق لأوانه مجموعة الإصلاحات والقرارات اللي خرجت بها الحكومة خلال الأيام الماضية بأنه كفيل بأنه يغير وضع الخريج أو وضع البلد اللي يعاني من أزمة السكن، اللي يعاني من فقر وبطالة و... على بساطة أحكي لك، إذا ما يصير سعر صرف الدينار العراقي 2000 دينار ما يتحسن البلد. نعم. سعر صرف الدينار العراقي لازم يصير 2000 دينار، أول شيء يصير موارد للدولة هواية ترتفع رواتب، وثاني شيء المستورد عموما هسه تفرض ضرائب على القطاع المستورد، اي شيء مستورد ضرائب، اللي عنده واسطه واللي عنده عرف بالجمارك يدخله بدون ضرائب. نعم. فاذا سعر صرف الدينار العراقي يصير 2000 دينار بهاي الشغله تقدر تحقق شنو؟ تحقق هاي الفساد بالجمارك كله. نعم. اللي والمنتج العراقي يصير ارخص رخيص. تحياتنا لك. ولا بلد يستورد. نعتذر منك لضيق الوقت ونشكر مشاركتك واتصالك. عندنا اتصال اخر. ابو نور من بغداد مساء الخير. السلام عليكم. تحياتنا لك. ابو نور. السلام عليكم. عليكم السلام، الهواء لك ابو نور، تسمعني؟ شلونك اخويا؟ تحياتنا لك ابو نور. تحيه لك والكادر كله بيكمله. نعم. سعد البزاز خصوصا. نعم أبو منور. حبيب قلبي. إذا قريبا من التلفزيون نصلي صوته واسمعني عن طريق الهاتف. أسمعك أبو نور. حبيب قلبي. نعم. سؤالي بس عندي للحكومة هذه. طيب. زين هاي الحكومة من تسمي حكومة هم أب يعني هسه إمام العالم كلها. إمام العالم وري عالم كله بأكمله. حكومة كل من يقول أنا حرامي، هذا حرامي، هذا حرامي. نعم. الشعب شلون إلى ثقة بي؟ هاي وحدة. اثنين أطلب من شعبنا العراقي الطيب الحنين. زين. زين. مو مسألة مادة. والله حطي أني قطعة قاعة 175,000. عمي العراقي الراد له كرامة. تعرف شنو معناه كرامة؟ طيب. الشعب العراقي بيأكمله يريد له كرامة. هذول مسحوا كرامتنا، هذول ما محسوبين على العراق. هاي المسألة. طيب هاي الشباب الحلوة المتظاهرة كل شاب يسواهم يسواه أبو أبوهم. أبو نور حبيبي، برأيك اللي خرج واللي نزل للشارع خصوصا. نعم. يعني الأغلبية ما بين 15 و30 سنة، الأكثرية والأغلبية اللي كانوا مشاركين بالتظاهرات ما كان يبحث عن كرامة أو يبحث عن وطن أو يبحث عن حقوق مسلوبة؟ مو طيب يعني ملوا. نعم. أرواحهم ملوا. شباب هاي الحلوة هاي ورود. نعم. زين والله العظيم أنا محلي بالشرجة. طيب. خريجين عليهم الاعتماد. نعم. زين إحماميلي يشتغلوا يدور هنا وهنا. طيب. يعني كل بعض الخريجين يعني الاتصال يعني اللي لمنا بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، أحد الخريجين بشهادة ماجستير يشتغل عام النظافة في أحد الدوائر. أقول لك يمنا برا نايمين على الرصيف الله وكيلك. نعم. خريجين دكتوراه مو بس ماجستير، يعني إحنا نعرفهم. نعم. هاي الشباب الحلوة يعني يا أخي هذول. نعم. أتسنت كل عراقي صغير أو كبير ما له ثقة بالدولة. الدولة فاشلة يا أخي. إمام العالم كله إحنا ندور في سبيل من يصعد لنا قائد يصير قد إلنا الكل. نعم. بحيث نتفاخر به. طيب. كلهم حرامية هم دا يقولون، آسف على الحكاية هذه، بس هم معترفين هذا عندهم الفساد يعني يطبق عندنا المثل. طيب المثل أبو نور كله. سؤال أخير. نعم. يعني اليوم يعني بعض المواطنين انزعج بأنه في زمن الديمقراطية، العبارة الأولى من عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ولكن يعني اليوم بأن الدستور العراقي كفل أن الحرية الرأي والتعبير والاستخدام الحر للتقنية الإلكترونية. برأيك اليوم اللي التمسناه أو اللي حدث أو اللي
تضييق من الإعلام الناشطين المدونين قطع الأنترنت، يعني هل ستستمر مرحلة إسكات أصوات الشارع العراقي، خصوصا بأن الشارع لحد هذه اللحظة مطالبة مستمرة، دليل بأن الخريجين متواجدين بالشارع، البصرة اليوم بعد مستمرة بقضية الإقليم، وكل محافظة وكل بصورة عامة البلد مثقل بالهموم والمشاكل والحقوق المسلوبة. أخوي العزيز، الحقوق الديمقراطية هم اللي يندعون بها الشعب العراقي بأكمله، ثقافته يعرف الديمقراطية ويعلم العالم على الديمقراطية. على فكرة يعني احنا العراقيين وشبابنا هاي الحلوة تعلم العالم كله على الديمقراطية. اوكي، بس الدولة هي تحسب الديمقراطية لو عندها ديمقراطية الدولة، زين ما تهدم على الصحافة. هاي وحدة، ما تقطع الانترنت، تخلي شيء واضح امام العالم. نعم. تحياتنا لك أبو نور، ونشكر مشاركتك واتصالك، ونعتذر منك. نعتذر منك لضيق الوقت. وأيضا أم ريام من واسط، تحياتنا لك. للأسف انقطع الاتصال. أم ريام من واسط، ونتمنى بأن تعاودين المشاركة والاتصال مرة أخرى. أيضا ردود فعل الشارع العراقي إذا كان بحزمة إصلاحات، وإذا كان بتكميم الأفواه واستخدام التقنيات، واستخدام أيضا يعني اليوم بكافة الوسائل، كافة الطرق لإسكات أصوات ومطالب الشارع العراقي، بمنع نقل الصورة وصوت الشارع العراقي، بس صوت المواطن كان أقوى من أي وسيلة. سلميته وثباته وقوته وصوت الحق بحنجرة المتظاهر أقوى كان من كل الأدوات ومن كل الوسائل، من انتهاك الحرية، من ملاحقة، من تضييق الخناق وكسر الأقلام الحرة اللي تحاول بجعل هذا البلد أفضل مستقبل، أفضل للأجيال القادمة، للأجيال الحالية اللي تحاول إنقاذ الوطن أو ما تبقى من هذا الوطن. عندنا اتصال. أحمد من بغداد، مساء الخير. مساء الخير أستاذ عمر. تحياتنا لك. مساء كل أستاذ المشاهدين الكرام. نعم. أستاذنا الفاضل، تكميم الأفواه، نعم، وممارسات الدكتاتورية والقمعية، نعم، اللي شهدها العراق على مدى التاريخ، ولدى أن نشوفها سبيل جديد، وإحنا المفروض في ظل حكومة عادلة وديمقراطية جدت عن طريق صناديق الانتخابات، هذا دليل حي على أنه إحنا العراق مو ملك للعراقيين هم أنفسهم، ولا اللي موجودين حاليا بالسلطة هم يمثلون إرادة الشعب العراقي، ولا حتى يمثلون إرادة الشباب أو صوتهم. تكميم الأفواه وممارسات القمعية اللي تأثر على شبابنا، نعم، في بغداد وفي بقية المحافظات، هذا دليل حي على أنه إحنا الأزمة والفجوة أصبحت جدا كبيرة، أو مثل ما يقولون بالمثل الشعبي الشك صار جدا كبير بين العراقيين وبين هذه الحكومة اللي تدعي أنه هي عراقية. للأسف طيب. الشديد كثير من المناطق اللي في بغداد وفي بقية المحافظات، يعني في المحافظات الوسطى، ما تقدر أنه تطلع مظاهرة، لأن مباشرة راح يتخذون تحت إجراء الأربع إرهاب. طيب. في بقية المناطق يعني نقدر احنا نتظاهر، بس بقية المناطق الأخرى خلينا نقول في جانب الكرخ قليل جدا لا يظاهرون، لأنهم مباشرة لا يتمارس عليهم نوع من أنواع الاعتداء، نوع من أنواع التسقيط، وأيضا لا يتهمون بأنهم يتابعين للأجندات وأنهم مبعثية وأنهم داعش وأنهم غيرهم. طيب. غير مسميات هواية يعني مو جديدة على الشارع العراقي، بكل قضية، بكل تظاهرة، بكل مشكلة أو بكل صوت حق. يعني اوكي احنا ما خلصنا من هذه الآفة، يعني اوكي احنا حنظل تحت هذا السيناريو، كل ما طلع صوت وطني حقيقي اتهموه باتهامات خارجية. طيب. وتابع الى اخ احمد، يعني اليوم الانترنت رجع ولكن بصورة ضعيفة، يعني قد يكون الشارع العراقي هادئ نوعا ما، تواجهون مضايقات حتى هذه اللحظة؟ اسكات الصوت المواطن مستمر في ظل وجود رجوع الانترنت. استاذ عمر، حتى في ظل وجود الانترنت، نعم، اصبح اكو خوف عند الشباب وخاصة الناشطين. احنا كثير، نعم، نشوف من الناشطين لغاية الان هم مفقودين، ما نعرف هم وين، نعم، ولا يزالون كثير من الناشطين
ما يعرفون شنو هو التوجه. نعم احنا محتاجين الى من يمثل المتظاهرين حقا، نعم محتاجين الى من يدعم هؤلاء المتظاهرين. لانه احنا دمنا قاعد يروح على الهدر، خلاص احنا انتهت هسه هذه المظاهرات. وين حق هذول الشباب؟ تشكيل لجان وتشكيل لجان وبعدين ما حققنا احنا شيء. حققنا نعم اصبح صوتنا واضح وواضح للدنيا كلها، بس انه احنا نريد تغيير فعلي. ماكو ما تحاكموا الاشخاص اللي قتلوا المتظاهرين. طيب. هذا ما راح نناقشه اخ احمد، يعني نعتذر منك لانتهاء الوقت، وهذا ما راح نناقشه بكل القرارات الحكوميه اللي تم قضيه اللي خرج من اجلها المواطن العراقي والشارع العراقي بصوره عامه. نتمنى بان تشاركونا في الحلقات القادمه اخ احمد، عفوا نتمنى بان تشاركونا في الحلقات القادمه. في الختام تقبل تحياتي، تحيات كادر العمل، الى اللقاء.